أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. رأى آمر اللواء 52 في الحشد الشعبي أن هجمات عصابات داعش في مناطق أطراف ديالى وصلاح الدين لصوصية تستهدف عرقلة الانتخابات وبث رسائل رعب بائسة للمواطنين. وقال آمر اللواء ورئيس قائمة الفتح في صلاح الدين مهدي تقي أن هجمات عصابات داعش محاولات بائسة لإثبات الوجود واستهداف الانتخابات وعرقلتها في مناطق عدة بدعم وتمويل خارجي لفرض أجندات ومعادلات معادية. وأكد تقي أن عملياتنا مستمرة للتصدي لأي مخططات إرهابية أو سياسية مشبوهة تستهدف مناطق أطراف ديالى وشرقي صلاح الدين.